في بدايه التصفيات، هل الجهاز الفني كان عنده امل ان الجيل ده من اللاعبين قادر ان هو يصعد لكاس العالم، وخصوصا لما دوسنا في التصفيات بعد كده وقعتنا القرعه في واحد من اصعب اجيال الجزائر التاريخيه؟ نتكلم في رابح ماجر، الاخضر بلومي. فلما بنتكلم، هل من بدايه التصفيات حضرتك والكابتن جوهري كان عندك امل ان الجيل ده ممكن لو توصل لكاس العالم؟ والله الحمد لله احنا خدنا التصفيات كويس جدا جدا، وزي ما قلت لك احنا الفتره فعلا اللي كانت فيها قلق بالنسبه لنا مباراتين الجزائر. مباراه الجزائر حتى هناك يمكن في الاستعداد لمباراه الجزائر يمكن كان عندنا اللعيبه عندها طموح جدا للوصول لكاس العالم، الوصول ايضا وتسعد الجماهير المصريه، يمكن كان عندنا امل كبير. رحنا الجزائر كان في صمت كبير جدا من اللعيبه، كان في معيشه مش عايز اقول لك في منتهى الصعوبه، لدرجه ان احنا يمكن انا في التلفزيون الجزائري يمكن حتى كلمته والناس زعلت مني، انا قلت انا حاسس ان انا رايح حرب مش رايح كره قدم، مش رايح مباراه كره قدم، لان طبعا الجو كان هناك مفيش اي حد بيتحرك، مفيش الفندق اللي احنا كنا نازلين فيه عربيات شرطه تحت، ما كانش حد بيخرج مننا خالص بره الاوتيل، فكانت الامور كلها بس احنا عملنا ماتش قوي جدا، احنا كان ممكن نرجع بمكسب. دي المؤهلات زي ما قلت لك. بقى يوم المباراه كانت الجماهير طبعا ماليه، الجماهير الجزائريه ماليه الاستاد، وكان عندنا دوافع عاليه جدا جدا، وكان الجو مطر انا فاكر كويس جدا في هذا اليوم، والمنتخب عمل لقاء هايل. يمكن الجماهير الجزائريه نفسها احترمت المنتخب المصري وشجعت المنتخب المصري، وده كان تقدير من الجماهير الجزائريه لمنتخب مصر في هذا اليوم. اتحقق الحلم وصعدنا لكاس العالم. تم قرار كابتن جوهري طبعا كان ليه اليد العليا فيه الغاء الدوري المصري ولعبنا 13 مباراه دوري. هل الوضع كان يعني يستحق كل ده؟ وهل مثلا هل هو الموضوع ان احنا كان منتخب رايح هينافس او مثلا هو ادوار يعني تقدم في الادوار في كاس العالم؟ لا، هي برضه خلي بالك يمكن اهميه وصول لكاس العالم ادت فعلا مبرر الكابتن محمود الجوري يلغي الدوري. ادت الكابتن محمود الجوري يعمل برنامج، رحمه الله عليه، يعمل برنامج كويس جدا من 13 مباراه دوليه زي ما حضرتك قلت، لان ده استعداد لكاس العالم، لان ما عرفنا حتى المجموعه ان فيها هولندا وانجلترا وايرلندا، لا فرق قويه جدا كانت تستحق فعلا ان احنا نعيش في معسكر، والمعسكر معسكرات طويله سواء في الدفاع الجوي او معسكرات طويله خارج مصر في المباريات اللي احنا عملناها 13 مباراه دوليه. فكانت كل هذه الامور يعني بتحطم علينا فعلا. يمكن الكابتن محمود الجوري خد هذا القرار بالغاء الدوري لان اللعيبه كانت عايزه تركيز اكتر في المنتخب المصري. القرعه زي ما وقعتنا في التصفيات مع منتخب صعب زي الجزائر، وقعتنا في كاس العالم مع الجيل التاريخي الهولندا وانجلترا وايرلندا، بنلعب منتخب فيه رونالد كومان وريكارد وخالد والجول كيبر. هل يعني حضرتك كان التحضير لمجموعه زي دي كان يعني حتى تحضير مختلف من قبل الكابتن جوهري ان يا جماعه ما تخافوش احنا ممكن نعمل حاجه مع الناس دي؟ لا، هو طبعا المجموعه كانت صعبه جدا بالنسبه لنا. المجموعه يمكن كان لو تلاحظ زمان كان في مرحله توقعات كده، كانت الناس كلها توقعت ان منتخب هولندا ممكن يكسب منتخب مصر 6-0 و7-0 وكلام من ده، ولكن احنا هيئنا اللعيبه بدنيا وفنيا ونفسيا ان احنا ممكن نعمل مباراه كويسه جدا مع هولندا، لان هولندا اسلوب لعبهم بيلعبوا كوره زينا، فالامور كلها كانت اصبحت الموقف خطر، يعني موقف خطر والموقف صعب جدا ان انت بتلعب زي ما قلت النجوم العالميين دول، وكانوا واخدين بطوله الامم الاوروبيه قبلها بسنتين، فالامور كلها اصبحت بالنسبه لنا كانت صعبه جدا. ولكن تركيز اللعيبه وتصميم اللعيبه والجهاز الفني اللي عمل لهم التشكيل وعمل الاسلوب اللعب اللي احنا نلعب بيه يمكن ادى ارتياح للمنتخب وقدرنا نتعادل هذه المباراه. معسكر باليربو، انا كمان مره سمعت الكابتن حسام حسن بيقول احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا نروح ايطاليا نقعد في فندق 5 ستارز والكلام ده كله، لقينا الكابتن جوهري مفاجئنا بمكان كلنا اتفاجئنا بيه، اتصدمنا ده اصلا في اوروبا اصلا. اجواء المعسكر كانت ايه يا كابتن فكره؟ لا بص، احنا بعتنا يمكن الكابتن سمير عدلي كان المدير الاداري يمكن بعت قبلها باسبوع تقريبا بيشوف الاوتيل، وهو جه الكابتن محمود الجوهري، واحنا كجهاز كنا نحب دايما نعيش في عيشه او اللعيبه تعيش في عيشه دايما فيها تركيز اكتر، ما يبقاش فيها لكشو وفيها لا ورفاهيه فيها مزارع، احنا دايما بنحب ان احنا نعيش في جو كره القدم. فالاوتيل اللي كان في باليرمو فعلا كان مناسب جدا جدا لمنتخب مصر، عشان كده يمكن رحبنا بيه، وكابتن سمير جه نقل صوره كويسه عن الاوتيل واللي فيه ارتياحيه، ما فيش لكشو، ما فيش يعني الامور كلها تدي ان انت فعلا لازم تبقى مركز في هذه المباريات. كابتن حضرتك طباعك كمدرب معروف عنك تجمع بين الهدوء والصرامه والجديه، والكابتن جوهري برده كان فيه شكل من الصرامه،
هل كان في مثلا حصل خلافات ما بينك وبينه مثلا بما انك حضرتك كنت مدرب مساعد فممكن يرجع لوجهه نظرك؟ هل مثلا كان التعامل مع الكابتن جوهري صعب ولا كان سلس جدا؟ لا جدا يعني كان اولا الكابتن جوهري رحمه الله عليه كان بيحبني جدا جدا، كان بيثق في كلامي كويس جدا. اذا كان هناك اختلاف بناخد راي بعض يمكن في حاجات كتير او اختلفنا فيها، ولكن كنا بناخد راي بعض. هو يمكن لوجهه نظر ممكن تكون افيد مني كتير يعني، حتى لما جينا في نادي لوبلز بنختار تشكيل منتخب مصر اللي مسافر ايطاليا، يمكن كان في لي وجهه نظر في بعض اللعيبه ويستحق كل تقدير انه فعلا قال لك اللعيبه دي مصابه بس اللعيبه دي معنويا لازم تطلع مع منتخب مصر. فالحمد لله يمكن الامور بالنسبه لي انا والكابتن جوهري في اي نقاش في اي شيء من مصلحه المنتخب كانت الحمد لله يعني في. بين حضرتك كمان جبت سيره اللعيبه، القائمه النهائيه لكاس العالم اكيد طبعا قبلها بفتره كان شغل شاغل للجهاز الفني والشارع كمان عايز اعرف مين اللي مسافر. كان في بعض الاقاويل بتقول ان حضرتك كان ليك دور في تواجد الكابتن اسامه عرابي. المنتخب يعني كان ما كانش محظوظ ان قبل البطوله طبعا اتصاب الكابتن هشام عبد الرسول والكابتن اشرف قاسم، كابتن طاهر ابو زيد كان في خلافات هل هيكون موجود او مش هيكون موجود. حضرتك ممكن تحسم لنا الموضوع ده دلوقتي بعد سنين؟ لا نحسمه طبعا، لان زي ما قلت لك الكابتن جوهري كان ليه وجهه نظر بعيده جدا فعلا. يمكن الكابتن اشرف قاسم، علاء ميوب، كابتن طاهر ابو زيد من اللعيبه اللي كانت مصابه، هو قال لا لازم دول يطلعوا معنويا حتى يبقوا مع الفرقه، دي حاجه كويسه جدا. موضوع طبعا اسامه عرابي، يمكن اسامه من اللعيبه اللي كانت بتجيد في النادي الاهلي، بيجيد في مراكز مختلفه يعني، اسامه ممكن في وسط ملعب، ممكن يلعب في الظهير الايسر، فيمكن برضو من ضمن الحاجات اللي انا كنت ليه اختيارات فيها اسامه عرابي. يعني اسامه عرابي برضو من اللعيبه الكويسه وملتزم، يقدر يلعب في وسط الملعب ويقدر يلعب في مركز زي الايسر يعني. هل حضرتك شايف كان في لاعب ظلم كان يستحق انه يكون موجود في القائمه النهائيه لكاس عام 90 او يعني ظروف ما ساعدتوش؟ لا والله بص الحمد لله، يمكن زي ما قلت لك احنا كنا بنتابع كل مباريات الدوري وانا كنت بتابع في الاستاد وبتابع وبعمل تقارير فنيه للكابتن جوهري، ولكن زي ما قلت لك احنا دايما كل شغلنا احنا بنعمل بلانينج، كل موجود في مركز بيبقى فيه اثنين وثلاثه، وكل الامور يمكن كان فيها استقرار بالنسبه لل مفيش حد بره تقدر تقول ان هو ممكن يبقى مظلوم او لا. يمكن حتى رحمه الله عليه الكابتن ثابت البطل من الناس اللي انا قلت عليها، برضه من الناس اللي انا قلت عليها الكابتن حازم كرم والكابتن محمود الجوري، ان ثابت ممكن يبقى معانا حتى لو في ايمن طاهر في احمد شوبير، ولكن ثابت البطل ممكن يبقى معانا في الحارس مرمى ثالث، وثابت عنده هدوء ما فيش مشاكل هتحصل.